زوجي يستحي يعني عنده وساوس انه يقول في قطرات. هذه وساوس. مشكلته ان هو كل مره يذهب يتاكد فيعمق المساله فيتسلط عليه شيطان اكثر واكثر. الاخ هذا الكريم عليه ان يخالف مخالفه كليه عن كل ما ياتيه. يقول له القطرات نزلت، صلاتك بطلت، انت الان منتقد الوضوء. يقول له منتقد الوضوء، طيب انا اسال الشيخ. فهو يتخذ مفتين ويقول اني اشعر بنزول القطرات، فالشيخ يقول له لا تسمع لذلك وصلي. كل ما ياتي في الصلاه انت نزلت القطرات، الوضوء انتقد، يقول وضوءي على ما هو عليه. او يحملها هذا الشيخ بينه وبين ربي، صلاتي صحيحه ولا يخرج من الصلاه شهر كامل مع كثره الاستغفار وذكر الله، لا سيما لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، وايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والتوبه، لان هذا بلاء يرفع بالتوبه. فشهر كامل سينتهي الامر ان شاء الله كليا، ويكون علاجا من هذا الوسواس. لو شخص